كيفكم يا طلابي؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. سلام دكتور. يا أهلا يا مريم. أولا، حد عنده أي سؤال عن المحاضرات الماضية؟ I think إحنا وصلنا عند الـ viral disease بـ reproductive system, is that right؟ فاليوم إن شاء الله رح نكمله، ما رح يكون طويل، ونبلش بآخر سيستم اللي هو النيرفس سيستم إن شاء الله. فأول ربع ساعة رح تكون بالـ reproductive system، هي الفيرال، رح نحكي فانجل وبروتوزوان، و then after that رح نحكي نبلش بالإنترودكشن بالنيرفس سيستم إن شاء الله. طيب نبلش إن شاء الله. حد عنده أي سؤال؟ أمورنا تمام إن شاء الله. طيب so let's begin. وأي طالب عنده أي سؤال ممكن يفتح المايك. أوكي. Zombie, the bacterial diseases of reproductive systems move to viral diseases. أول viral disease رح نحكي عنه هو genital herpes. Genital herpes caused by herpes simplex virus 2 أو اللي بنسميه human herpes 2 herpes virus 2. طبعا أهم clinical manifestation for genital herpes هي the painful viscous on genitals with a burning sensation in both men and women. The genital herpes ممكن تأدي أو خلينا نحكي the patient يشكي من the urination can be painful and the walking quite uncomfortable. Okay. And the patient is even irritated by clothing, okay? يعني المشي غير مريح وحتى الكلوذس ممكن انها تعمل irritation للpatient. Usually the viscous heal in couple of weeks, okay? طبعا زي غيرها من الviscous او الليجن اللي بي reproductive system, okay? الانفكشن هاي الviscous contain infectious fluid, okay? But many times the disease is transmitted when no lesion or symptom are appear the patient. فمش شرط انه صحيح هاي الفيسكلز highly infectious fluid اللي فيها، لكن هي مش اساس نقل الهيربس سمبلكس فيروس 2. اوكي، ممكن البيشنت ما يكون عنده symptom وما يكون عنده lesion وايضا يكون قادر على نقل هاي الفيروس للبارتنر. اوكي، semen may contain the virus. Okay, while the condom may not provide protection, مش لأنه الفيروس able to penetrate the condom, لكن هي بما إنه فيروس راح ينتقل skin to skin contact. فأي احتمالية لا skin to skin contact, okay, ممكن تؤدي إلى نقل الفيروس. The genital herpes possibly of recurrence. زي ما حكينا عنه إذا بتتذكروا بالسكن انفكشن حكينا عن الهيربس فيروس، أوكي، كان عنده خاصية إنه ممكن يعمل إيش ليتنسي أو ليتنت بالنيرف، أوكي، ويصير له ري أكتيفيشن بسبيسيفيك خلينا نحكي تريجرينج فاكتور. من هاي التريجرينج فاكتور اللي ممكن تؤدي للريكرنسي اللي هي أي فاكتور ممكن تؤدي للورينج للإميونيتي، منها الإيموشنال ستريس أند إلنس، أوكي. طبعا وجدوا انه المن ار مور لايكلي تو اكسبريس ريكيرنس، يعني على الاغلب المن في احتماليه انه يرجع عنده الجينيتال هيربس اكثر من الومن. نيوتن هيربس ترانسميت تو فيتس، فكمان عندنا اللي هي النيوتال هيربس. نيوتال هيربس ترانسميت تو فيتس ثرو بلاسنتا اور نيو بورن ديورينج ديليفري عن طريق البارت كانال. السبريشن هاو وي كان سبريس. As you know, we can't say how to treat, okay? لأنه viral infection. على الأغلب إحنا بالviral infection we try to control the disease, okay? There is no cure for genital herpes. ما في أي خلينا نحكي cure أو شفاء تام من الجينيتال هيربس. إحنا we try to control the symptom ونسرع بالhealing, okay? من الأدوية اللي ممكن نستخدمها اللي هي antiviral اللي هي acyclovir, famciclovir, and valacyclovir. Are recommended for treatment. Fairly effective in alleviating the symptom، يعني ممكن يقلل من هاي السيمتوم أو يخفف منها، and relieve the pain and slightly faster the healing. Okay.
take over several months, ممكن يتم أخذ over several months to خلينا نحكي تقلل احتمالية recurrence at that time. فنتفق إنه الجينيتال هيرز ما في منه كيور، okay, we just try to alleviate the symptom. So then the genital hairs move to genital warts. I think you know the meaning of warts. برضو حكينا عن الوارت بي السكن انفكشن. الوارت معناها اللي هي اللي احنا بنسميها الثالول، اوكي؟ فحتى بالجينيتال في الوارت ديزيز، اوكي؟ والكوز از ذا سيم، هيومن بابيلوما فيروسز. وورلد وايد جينيتال الوارت may well be the most common sexual transmitted disease. Imagine يعني الجينيتال وارت تعتبر واحدة من خلينا نحكي الموست كومون سيكشوال ترانسميت ديزيز وورلد وايد. الوارت طبعا لما نحكي جينيتال وارت يكون انا وارت ان جينيتال اريا كوز ماي هيومن بابيلوما فيروس. طبعا الهيومن بابيلوما فيروسز وي هاف ا ديفرنت سترين من الهيومن بابيلوما فيروسز. هيومن بابيلوما فيروسز 16 اند 18 كوز سيرفيكال كانسر، في علاقه خلينا نحكي قويه اكوردنج تو سبيسيفيك ريسيرش بين الهيومن بابيلوما فيروسز 16 اند 18 مع السيرفيكال كانسر and الPENS, the cancer in PENS. But this has a relatively low prevalence. Okay, لما خلينا نحكي لما نحكي عن genital warts تقريبا over 95% of genital warts are caused by infection with the human papillomavirus 6 and 11. Okay, لكن 16 and 18 هي اللي مربوطة أكثر بال cervical cancer and cancer بالPENS. Treatment لا الهيومن للجينيتال هيرز او الهيومن بابيلوما فيروسز باي بيدوفيلوكس. البيدوفيلوكس طبعا هي عباره عن خلينا نحكي البارنينج، بتعمل نوع من البارنينج فور واردز، اوكي؟ ومين اللي احنا بنفضل نستخدمها بالفريشي واردز، يعني كل ما كانت الواردز نيو اكثر كل ما كان سهل ان نعملها فيزيكال بارنينج، اوكي؟ السكند تريتمنت اللي هي الاميكويمود. الاميكويمود هي عباره عن patient applied gel. طبعا الاميكويمود وجدوا انه له خلينا نحكي القدره على stimulate production of interferon اللي ممكن تعمل or account for its antiviral activity. Prevention عن طريق الفاكسينيشن للهيومن بابيلوما فيروس سترينز، اوكي؟ ووجدوا انه الفاكسين هي افضل حتى من الناتشرال انفكشن اللي نوعا ما بتكون relatively weak. So down the genital wart move to fungal disease. الفنجل ديزيز اللي رح نحكي عنه بي reproductive system هي الكانديدياسيز. Causative agents. Candida albicans is the most common species cause تقريبا 85-90% من الكيسز. Infection by other species such as Candida glabrata are more likely to be resistant to antifungal and cause chronic or recurrent infection. طبعا الكانديدا البيكان هي تعتبر من النورمال فلورا في الميكوز اوف ذا ماوث انتستينال تراك اند جينيتال تراك. وزي ما حكينا من قبل النورمال فلورا هاو النورمال فلورا كان كوز الانفكشن على الرغم من انها خلينا نحكي هي تعتبر من البريزيدنس انسايد اور بودي by opportunistic infection. فعلى الأغلب الكانديدياسيس okay cause أو result من opportunistic overgrowth. okay how will this can happen by خلينا نحكي taking antibiotic for a long time that suppress the competing bacteria and lead to overgrowth for candida albicans. طبعا ممكن تكون الكانديدياسيس as a predisposing factor خلينا نحكي for non-gonococcal urethritis and male and vulvovaginal candidiasis. طبعا vulvovaginal candidiasis هي the most common causes of vaginitis. That cause irritation, severe itching, thick yellow cheesy discharge and yeasty or no odor. Okay. طبعا بالنسبة للpredisposing factor for candidiasis أول شغلة اللي هي oral contraceptive, pregnancy, uncontrolled diabetes and antibiotic therapy. إذا بتتذكروا كنا نحكي خلينا نحكي الـ pH مثلا بالفجينا كانت تتحكم بالجروث. فأي خلينا نحكي السبب ممكن يؤدي لـ disturb هاي الـ pH
ممكن يزيد الجروث للكانديدا البيكان. الهرمونز are probably a factor. الكانديدياسيس is much less common بالجير قبل فترة البلوغ أو في اللي هي الافتر المونيبوز. أوكي؟ طبعاً أحسن pH ممكن تعيش فيها هي less than 4. أوكي؟ Diagnosis, microscopic and culturing to know the causative agent. طبعاً the treatment first thing إحنا نبلش من non-prescription أو non-prescribed antifungal such as clotrimazole and miconazole. طبعاً وفي عنا alternative في خلينا نحكي إذا كان في persist حتى بعد ما استخدام خلينا نحكي اللي هي topical one ممكن نستخدم oral just a single dose of oral fluconazole or other azole type antifungal. بعد ما خلصنا الفانجل ديزيز خلينا نحكي عن آخر بارت في الريبرودكتيف سيستم ديزيز اللي هي البروتوزوان ديزيزز. و the only sexual transmitted disease caused by protozoa هي التراكومينياسيس. التراكومينياسيس caused by trachomonas vaginalis which is an aerobic protozoa that frequently أو تعتبر من النورمال فلورا في الفاجينا. أوكي and the woman and the urethra in many men وتعتبر من sexual transmit disease زي ما حكينا هي the only sexual transmit disease caused by protozoa found in semen and urine of male carrier. يعني حتى الميل كارير اللي ما ظهرت عليه السيمتوم ممكن السمن and the urine contain the protozoa. طبعا زي غيرها من المايكروفلورا زي ما حكينا هي تعتبر واحدة من المايكروفلورا اللي هي تراكومونس فاجينالس تعتبر واحدة من المايكروفلورا في الفاجينا. إذا صار في أي disturbances في الفاجينا acidity okay for any reason إيش رح يصير عنا؟ رح يصير overgrowth for a normal microbial population okay من that lead to trachomoniasis up to half of cases بتكون asymptomatic okay. طبعا وزي ما حكينا this is a very bad. طبعاً men rarely have a symptom resulting from presence of protozoa. بالنسبة للwoman vaginal discharge هي خلينا نحكي أكثر شغلة بتدل على وجود البروتوزوا disease. Vaginal discharge بتكون profuse أو خلينا نحكي كميتها كبيرة greenish yellow and characterized by foul odor يعني هي unusual odor okay or bad odor. This discharge is accompanied by irritation and itching. طبعاً known to cause the premature delivery, okay, أو خلينا نحكي the preterm delivery, وبرضو associated with low birth weight for the infant. أحسن pH ممكن تعيش فيها this protozoa from 5 to 6. Diagnosis بتعتمد على microscopic identification, DNA probe and monoclonal antibodies. I think you know about the monoclonal antibody and microscopic examination. وبالنسبة لـ DNA probe هي خلينا نحكي بتشبه الفلوريسانت تاج يعني كيف مبدأ اللي هي الفلوريسانت بالسيرولوجيكال تيست exactly like it. يعني إحنا هي عبارة عن السينثيتك سيجمنت من الـ DNA okay بتكون complementary لبارت من الـ DNA اللي موجود في البروتوزوا. وبتكون خلينا نحكي محملة بفلوريسانت تاج. فوانس إن عملنا خلينا نحكي conjugation أو عملنا الميكسينج ما بين البروب وما بين الجيناتيك ماتيريال الموجودة بالبروتوزوا راح تمسك هاي البروب بالجيناتيك ماتيريال البروتوزوا وعندنا مايكروسكوب الفلوريسانت مايكروسكوب راح تعطينا إيش فلوريسانت تاج في حال وجود البروتوزوا أوكي في البيشنت sample. The treatment, the oral metronidazole administered to both sex partners بما إنها إيش sexual transmit disease. آخر إشي رح نحكي عنه بهاي chapter إن شاء الله هو torch panel of tests. Okay. طبعاً torch panel of tests هي عبارة عن test proposed to done to find the cause of a premature birth or abortion. يعني إذا كان في pregnant صار في عندها abortion أو premature birth على الأغلب بيعملوا لها specific test أو torch panel test. أوكي الهدف منها حتى يعملوا screening إيش كان سبب هاي the premature birth أو the abortion من خلينا نحكي the infection اللي بنحاول نعملها excluding إنها تكون the cause لهاي the premature birth أو the abortion اللي هي toxoplasmosis. هاي الأول disease ممكن نستثنيها the other like syphilis the hepatitis B
الانتيرو فيروس، ابيستيمفار فيروس، اند فيرسيلا زوستر فيروس، اوكي، الروبيلا، سايتوميجالو فيروس، والهيربس سمبلكس فيروس. ف وي تراي تو اكسكلود انه كان هاي الابورشن او البريماتور ديليفري كانت من ذيز ديزيز، اوكي، جاست حتى اذا كان الديزيز موجود واسمبتوماتيك يتم له العلاج. سو طلابي يعطيك العافية. حد عنده أي سؤال about reproductive system؟ إنه هذا التست إحنا بنعمله وكيف مظبوط؟ هلا التورش تيست يا غدير، هي بالنهاية إحنا بدنا نستثني إنه يكون سبب هاي الأبورشن أو البريتيرم ديليفري إنها تكون infection. يعني هل هي البريجننت انصابت بتوكسوبلازموسيس، اوكي، بطريقه الايدنتيفيكيشن للتوكسوبلازموسيس سواء اللي كلتشرنج للمايكرو اورجانيزم اللي بتسبب، او كان هي الروبيلا. اذا بتتذكروا حكينا عن الروبيلا انها واحدة من الاسباب اللي بتؤدي لها اللي هي كونجنيتال ابنورماليتي بالفيتاس، وايضا ممكن تكون سبب بالابورشن. وكمان سايتوميجالو فيروس، اوكي، ممكن تكون سبب، وفيرسولا زوستر فيروس ممكن تكون سبب. فزي كأننا بنستثني انه يكون سبب الابورشن انه يكون انفكشوس، وذن افتر ذات بنروح على الاشياء اذا كان في خلل مثلا فيسيولوجيكال، مثلا باليوتيراس او سمثينج ايلس هي اللي ادت للابورشن. فهي بس تيست بنعمل حتى اكسكلود انه الانفكشوس هي سبب الابورشن. اوكي غدير. اوكي دكتور. حد عنده أي سؤال غير غدير؟ طيب معلش لازم نبلش باللي هي النيرفس سيستم. اوكي، سو الفيرست بارت من النيرفس سيستم بس كمقدمة للنيرفس سيستم إن شاء الله. طيب سو جاست شير. وأي طالب عنده أي سؤال أجين ممكن يستنى لآخر المحاضرة أو إنه يفتح المايك ويسأل. اوكي نحكي بسم الله. طبعا ان شاء الله رح يكون هو اخر سيستم معنا، وبعدين رح نبلش بالديسانفكتانت ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. today إن شاء الله رح نحكي عن microbial diseases of nervous system. as you know our nervous system بتكون من two parts: central nervous system and peripheral nervous system. central nervous system بتكون من the brain protected by skull bones and spinal cord protected by backbone. وال peripheral nervous system هي عبارة عن تفرعات من the central nervous system ومينلي من the spinal This is the anatomy, as we said, for nervous system. Common central nervous system, brain and spinal cord, and peripheral nervous system, تفرعات من the spinal cord. زي ما حكينا احنا the brain as a part of central nervous system protected by skull bone. Not only skull bone, كمان في عنا three connective tissue layer, which is dura mater, Arcanoid matter and pia matter. Between arcanoid matter and pia matter, there is a subarcanoid space. This subarcanoid space in which a cerebrospinal fluid circulates. Cerebrospinal fluid بيكون in the subarcanoid space between arcanoid matter and pia matter. طبعا كلنا بنعرف انه مش اي مادة ممكن توصل للبرين بسبب وجود what we call blood brain barrier, which prevents many substances including the antibiotic from entering the brain. Okay, طبعا فأي infection خلينا نحكي بالcentral nervous system, okay, على الأغلب بتكون ناتج من trauma أو a long peripheral nerve, يعني مع peripheral nerve دخلت للcentral nervous system, أو عن طريق the bloodstream and lymphatic system, وهي تعتبر most common. Okay, بتعتبر الموست كومن. سو الميكروب ممكن تدخل للسنترال نيرفس سيستم وتتجاوز للبلود برين بارير عن طريق التروما, اثرت على البيرمابيليتي اللونج للبريفرال نيرف اند ثرو بلود ستريم اند ليمفاتيك سيستم وتعتبر
الموست كومون. طبعا inflammation, any inflammation ايش راح تعمل؟ alter the permeability of the blood brain barrier and allow enter of organism. اوكي, فبرضه الانفلاميشن ممكن تؤدي ل, خلينا نحكي, لدخول الميكروب عن طريق انها تغير بالبيرميبيليتي للبلود برين بارير. ان انفكشن اوف مينينج ايش بنسميها؟ مينينجايتس. طبعا عرفنا ايش المينينج, which is the three layer protect البرين. اوكي, وال انفكشن بالبرين itself بنسميها ايش؟ انسيفيلايتس. اوكي, سو انفكشن باللاير اللي بروتكت البرين بنسميها مينينجايتس, والانفكشن البرين itself بنسميها انسيفيلايتس. طبعا how we can diagnose اذا كان في عندنا اي انفكشن بالسنترال نيرفس سيستم؟ عن طريق اللي هي فحص السيربرال سباينال فلويد اللي بيصير له سيركيليتنج بالسباركينويد سبيس. اوكي, طبعا السامبل من السيربرال سباينال فلويد وي تيك ات باي اللي هي سباينال نيدل انسيرت بين تو لامبر فيربرا, وعلى الأغلب بتكون between L3 and L4 as you can see حتى توصل للcerebrospinal fluid. okay, وبتم then after that اللي هي diagnosis for causative agent للinfection. let's begin بالbacterial diseases of nervous system. okay, طبعا احنا رح نتناول مجموعة من البكتيريال ديزيز, منها البكتيريال meningitis طبعا, والفيرال مينينجايتس يعني مينينجايتس بانواعها حسب الكوزاتيف ايجنت. رح نحكي عن تيتانوس, رح نحكي عن بوتوليزم, ورح نحكي عن الليبروسي. ليتس بيجن بالبكتيريال مينينجايتس. مينينجايتس ان جنرال كان كوز باي فيروس, بكتيريا, فانجاي اند بروتوزوا. طبعا الانيشال سيمبتوم فور مينينجايتس نوت سبيشالي الارمينج, يعني فيفر, هيديك, استفنس في النك, وممكن الفولويت اللي يصير عندهم نوزيا and vomiting. okay, طبعا بالنسبة للفيرال مينينجايتس يعتبر much more common than bacterial meningitis, برضو الديزيز بتكون milder than the bacterial one, وعلى الأغلب بيكون منتشر بيه summer and fall month, وبتكون أغلب الفيروس اللي مسؤولة عن الفيرال مينينجايتس هي عائدة ل enteroviruses. enteroviruses طبعا هو يعتبر من الفيروس اللي grow well in the throat and intestinal tract وresponsible بالminor disease. برضو الفيرال مينينجايتس إذا بتتذكروا لما حكينا عن المامب والتشيكن بوكس والإنفلونزا كان يعتبر واحد من الكومبليكيشن, خلينا نحكي في الانتريتد كيسز من, أو خلينا نحكي الانتريتد كيسز من تشيكن بوكس أو المامب أو المامب أو الإنفلونزا. اوكي, فممكن تكون كمان as a complication for some diseases. بالنسبة للبكتيريال انفكشن, the three major causes bacteria بلا المينينجايتس هي هيموفيلس انفلونزا, سبتوكوكا نيومونيا, and نيسيريا مينينجايتيدس. والمشترك between these three bacteria انها both a capsule that protects them from phagocytosis, فبتحمي حالها من الفاجوسايتوسيس, ايضا as they are replicate rapidly in the bloodstream from which ممكن انها تدخل للcerebral spinal fluid. Death من البكتيريال meningitis often occur very quickly. برضو هاي الاشياء اللي هي خلينا نحكي حكينا بالفيرال نوعا ما بتكون mild disease, لكن بالبكتيريال one شوي بيكون اللي خلينا نحكي الانفكشن بتكون more aggressive. طبعا والdeath mainly بتكون من شوك and inflammation caused by release of endotoxin في gram negative bacteria pathogen أو release the cell wall fragment like peptidoglycan and cyclic acid from gram positive bacteria that lead to shock, okay, or septic shock. Nearly تقريبا في عندنا 50 species of opportunistic bacteria can cause meningitis, especially Listeria monocytogene and a group B, streptococci واستافيلوكوكي and other gram-negative bacteria اللي تعتبر as normal flora inside our body. Let's begin بأول بكتيريا ممكن تسبب المينينجايتس, which is Haemophilus influenza. Haemophilus influenza is an aerobic gram-negative bacteria that's part normal flora خاصة بالفروت. In addition to causing meningitis, تتذكروا إحنا حكينا عن some diseases
ممكن انها الهيموفيلس انفلونزا تكون الكوزيتيف ايجنت او الكوزيتيف باثوجين فيها لايك نمونيا اوتايتس ميديا اند ابيغلوتايتس. طبعا من المعروف عن الهيموفيلس انفلونزا انها فاستيديوس فاني سبيسيفيك خلينا نحكي او ريكواير سبيسيفيك اديشن للميديا حتى يصير لها جروث. من هاي الاشياء اللي بتحتاجها وتعتبر خلينا نحكي ديستينجويش للهيموفيلس انفلونزا فروم اذر بكتيريا اللي هي بلود الفاكتور اللي هي 10 and 5. طبعا من الهيموفيلس انفلونزا وي هاف ديفرنت سيروتايب اكوردنج للكبسول او لا خلينا نحكي السيروتايب على الكبسول ومنقسمها من A ل F. ويعتبر الهيموفيلس انفلونزا تايب B هي الموست كومن كوزز للمينينجايتس في تشيلدرن اندر 4 years old especially بعد ما انه البيبي يلوز او الاميونيتي اللي اخذها من المذر after 6 months انها يصير لها weakness. طبعا على الاغلب الهيموفيلس انفلونزا following a viral infection respiratory track فبيسهل عمليه خلينا نحكي الانفيجن للمينينجايتس زي ما حكينا اي انفلاميشن ممكن تغير بالبلود برين بارير بيرميبيليتي. اوكي ف وجدوا انه الفيرال خلينا نحكي الانفكشن ممكن انها تعمل بروسيد للهيموفيلس انفلونزا انفكشن بحيث انها تغير بالبلود برين بارير بيرميبيليتي. طبعا زيها زي غيرها من الديزيز مع وجود الفاكسين للهيموفيلس انفلونزا سبيشالي تايب بي which is the most common زي ما حكينا قل كثير الكيسات. طبعا الهيموفيلس انفلونزا تايب بي فاكسين وعباره عن كونجيجيتد فاكسين directed against the capsular polysaccharide antigen فلا يعتبر خلينا نحكي باخذ البول باثوجين لا جاست اللي هي الانتيجينيك بارت من البكتيريا. الهيموفيلس انفلونزا مينينجايتس has account for most of the cases reported في البكتيريال مينينجايتس about تقريبا اللي هي 45% من الكيسز للمينينجايتس هي على الاغلب من الهيموفيلس انفلونزا والمورتيليتي ريت above 6% وزي ما حكينا اكثر شيء بيكونوا عرضه اللي عمرهم under 4 years especially after 6 months when immunity from mother بصير فيها weakness. Second bacteria that cause the bacterial meningitis which is the Neisseria meningitis. Neisseria meningitis is cause the bacterial disease نسميها meningococcal meningitis. طبعا this bacteria aerobic gram negative double cocci found in nose and throat healthy carrier تقريبا 40% من ال population بيكونوا حاملين Neisseria meningitis في nose and throat as خلينا نحكي as microbiota. طبعا ال case of meningococcal meningitis typically began as throat infection leading to bacteremia and eventually to meningitis زي ما حكينا احنا كيف ممكن يوصل لل blood brain barrier او cross blood brain barrier يا اما بيكون في عندنا trauma او عن طريق blood stream او عن طريق حكينا lymphatic system وتعتبر most common او انه يصير في عندنا inflammation وهاي ال inflammation أدت لا change بالblood brain barrier زي ما كان بالهيموفيلس انفلونزا. So Neisseria meningitis على الأغلب بتوصل للبرين أوكي أو بتوصل لل خلينا نحكي connective tissue around the brain عن طريق blood stream. Okay, so throat infection leading to bacteremia and eventually to meningitis. البكتيريا may found in a leukocyte بالcerebral spinal fluid برضه ممكن يصير لها growth inside the leukocyte اللي موجوده ب cerebral spinal fluid. طبعا the symptoms are due to endotoxin that produce very rapidly and capable to cause death within just a few hours. طبعا Neisseria meningitis صح مش common زي الهيموفيلس انفلونزا لكنها تعتبر خلينا نحكي المورتيليتي ريت فيها اعلى. احنا حكينا بالهيموفيلس انفلونزا كانت just 6% imagine Neisseria meningitis ممكن توصل ل 80% في الحالات اللي ما صار فيها تريتمنت. طبعا التريتمنت راح تنزل من خلينا نحكي المورتيليتي ريت تو 9 to 12%. اوكي لكن ستيل هي هاير ذان الهيموفيلس انفلونزا اللي تعتبر الموست كومون. تعتبر النيسيريا مينينجايتيس هي الموست
خلينا نحكي الـ commonly occur be children under 2 years old. اوكي طبعا may lead to chronic damage او خلينا نحكي permanent damage be اذا عندك infection be اللي عمرهم اقل من سنتين فممكن تؤدي الى فقدان السمع عندهم. The most distinguished feature be in Neisseria meningitis انها able to خلينا نحكي الفون والراش وهاي الراش do not fade when pressed. يعني إذا بيكون في أي خلينا نحكي راش when you press on this rash بتحس إنها إيش زي كأنها اختفت. لكن بالنسبة للراش اللي من Neisseria meningitis even by fade يعني by pressing ما رح يصير في الفيد أو اختفاء لهاي الراش. أوكي طبعا mainly أكثر عرضة لها غير اللي عمرهم أقل من سنتين اللي هي أماكن اللي بيكون فيها crowded like اللي هي ال students اللي بيكونوا بي أماكن crowded وبرضه اللي هو الميليتري اللي بيكونوا برضه بأماكن مغلقة و crowded. طبعاً الفاكسينيشن أيضاً ممكن تحمي من Neisseria meningitis ومينلي بتكون من الكابسولار بوليسكرايد. أوكي طبعاً some type cause a widespread epidemic be the USA which is type C وبالأفريكا هي type A. طبعاً نحكي A and C according لا البوليساكرايد اللي موجودة على الكابسول. This is the Neisseria meningitis, the Staphylococci bacteria, as you can see, attached to a cell on a mucous membrane via the pharynx. وزي ما حكينا هي تعتبر normal flora في تقريباً 40% من population. Type bacteria that may cause meningitis, which is a streptococcal pneumonia. Streptococcal pneumonia is a commonly found as a normal flora في 70% من الهيلثي كارير اوكي بالنيزوفارينج. هي عباره عن جرام بوزيتيف انكابسوليتد دبليكوكاي على الاغلب ب خلينا نحكي الاشخاص اللي اكثر عرضه للمينينجايتس من ستريبتوكوك نيومونيا هم الالدرلي بيشنت اند اليونج تشيلدرن بتوين 1 مانث تو 4 ييرز. طبعا هم الاكثر عرضه زي ما حكينا للمينينجايتس باي ستريبتوكوك نيومونيا. هي تعتبر very rare okay لكن المورتاليتي فيها نوعا ما تعتبر هاي يعني بالتشيلدرن تقريبا 8% وفي الالدرلي ممكن توصل ل 22%. الفاكسين من النيوموكوك نيومونيا may provide some protection من نيوموكوك meningitis. فالبيشنت اللي ماخذين الفاكسين من النيوموكوك نيومونيا ممكن كمان تحميهم من النيوموكوك meningitis. طبعا الكونجيجيتد فاكسين recommended for the infant under the age of 2. Okay. طبعا ال one useful side effect وجدوا لها هاي ال conjugated vaccine انها كمان ممكن تعمل protection بتقريبا 6-7% من الاوتيتس ميديا. Okay. فتقريبا ممكن تقلل الريسك للاوتيتس ميديا من 6-7%. The antibiotic resistant strain are common بالstreptococcus pneumonia. رابع بكتيريا عنده أي سؤال؟ Yeah, that's enough for today. حد عنده أي سؤال يا طلابي؟ فإن شاء الله المحاضرة الجاي بنحاول إن يعني يمكن يضل علينا شوية من النيرفس سيستم. أوكي فراح يكون إن شاء الله آخر سيستم ونبلش بالبارت الأخير لي disinfectant و sterilization. الكل سلم الأسايمنت واموركم تمام. شكرا يا روعة الله يعافيك يا رب. طيب طلابي انا موجودة 5 دقائق لاي طالب عنده اي سؤال. يعطيكم الف عافية يا رب. يعطيك العافية دكتورة. يا هلا يا رهف.